انا كثير محمس على الحديث وما بعرف بدي ابلش. بدي ابلش بشيء بحبه كثير، هو التكنولوجي والديتا، وين صرنا اليوم. بدي ابلش بلبنان، بدي ابلش بكيف لبنان بينجح وبيوصل وبيكفي تشالنجز اوف دبي، وين صارت، كيف صارت، كيف تطورت. انا وياك احنا قعدنا 3 4 ساعات، انت ردي؟ يلا زين. بس بدي اشكر الخبريه من الاول، انه دقيت له مش عماد مغربي، قلت له بالعاده انا وياك، قال لي ايه، قلت له بنحكي بكل شيء، قال لي ايه اوكي خلص، انا انت اقعد انا بشرب قهوه وانت خبرني وبنكون مبسوطين مع بعضنا. فاستقبلني هلا على الباب، قال لي كاني بعرفك صار لي كثير كثير زمان عن جد، وانا كمان انت قريب على القلب، ضحكتك حلوه وحاسس اليوم رح تعلق مش كثير حلو ان شاء الله. خلينا نبلش ريوايند من الاول، انت مين، من وين، وفاست فورورد كيف صرت الامارات. انا من لبنان اكيد، بيروت. درست بأمريكا، خدت البي اس وعملت ماستر ديجري، ودوري على السعودية دوري ما أخذت وقت يومتها بالـ 87. رحنا عدنا بالسعودية، اشتغلت بشيء أول مرة بسمع فيه، أنا إلكتريكال إنجينير. ودرسنا وجينا الشغل كان بيست على شيء اسمه، أيام زمان كان في شيء اسمه كمبيوتر روم، ما كان في شيء اسمه داتا سنتر كبير. كان كل المؤسسات الحكومة أو البنوك كل عندهم كمبيوتر روم صغيرة يحطوا فيها السيرفر تبعهم ويوزعوا. لا حتى الانترنت ما كان فيه. انت حتى انتو برسبكتف ايام كان 186 او بعد قبل اي بي ام؟ لا انا بحكي سنة الـ 87 بنتيوم 486. ايه بعد شيء يعني اللي عنده كمبيوتر بمكتبه قصة كبيرة يعني. بقى كنا نبيع أجهزة اليو بي اس. تعرف اليو بي اس اللي هو Interrupted Power Supply، اللي كل شيء بروتكشن للأجهزة. يعني حتى كانت السي سي تي في كاميراز وهي القصص كانت السكيورتي ما موجودة. يعني كان بدائية كلها. بس كان ينطلب يو بي اس ويرحب. بقى عشنا 15 سنة بالسعودية. For certain reason we left السعودية وجينا على الإمارات بال 2002. 2002 كانت الدنيا بدبي شيء مثل كذب، مثل البوب كورن، حاطط طنجرة البوب كورن عم تفقع، هيك الشغل 24 hours بالليل، ما في شيء اسمه بالليل واسمه بالنهار، كله عم يشتغل، كله دو 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 دو، بنيات عم تطلع وعم تطلع للليجو. صرت اسأل حالي انه عم بيعملوا سبق مع مين، يعني عم بيربطوا 24 hours. فجينا عملنا شركة هون بنفس البيسيك انه ككمبيوتر روبو هيك، بس طلع السكيل هون هذيك الوقت اكبر والديماند اكثر بسرعه. وهلا صاروا يحكوا بشغلات داتا سنتر، كمبيوتر روم ضخمه. ايه الحمد لله كان عندنا جود براند بين ايدينا وقلعنا. اللي انت بتعمله هو بتجهز انت اللي حطه انت بالسبكت. اوكي لا شو نحن كشغلنا، شو هو بالضبط شغلنا هلا اليوم؟ هو عباره عن ايتمز ريليتد للداتا سنترز. داتا سنترز از ماني ثينكس. اليوم عم بيصير في شيء هيوج داتا سنتر، يعني عم تحكي باريا ضخمه. قبل كانت بس اكبر داتا سنتر 100 متر مربع. يعني الناس بتفكر هارد ديسك، بس هو الهارد ديسك في يكون بنيه هارد ديسك وبدها تسقيعتها وبدها نحكي عنها 100%. بقى اليوم المشاريع الكبيره اللي عم بيصير بالبلد هيوج داتا سنتر عم تحضرها، مثلا مثل الاتصالات عم بيعملوا شيء بسميه مثلا خزنه بروجكت، اكيد سمعت فيها. يمكن خزنه شيء ضخم جدا بيجهزوه from power cooling security fire، بيتجهز كله. مين بيجي بدل ما اليوم انت شركه ضخمه مثلا مثل كانك شركه جوجل او شركه امازون او شركه، بدل ما تروح تعمل your own داتا سنتر، لا هني بيجهزوا لك وبتجي انت بتجيب السيرفرات تاعتك وتحطهم
بس انت بروتكتد باي باور باي كولينج باي سكيورتي باي كل شيء. كم 100,000 تر عم نحكي؟ كثير. هلا هن السيرفرات تاعتهم احنا ما قلنا فيها هن شو بيجيبوا، بس انت عم تعطيهم باور بروتكشن. انت بس انت لازم تحط شو بي اس لبنايه، ممنوع يوقف عنه الكهرباء ولا ثانيه. اكيد. وفي ريدندنسي، يعني اليوم مش بس انه يو بي اس مع ريدندنسي، يعني دائما اثنين. اليوم الفاشن هلا بشرح لك اذا بتحب، صارت مش بالزبنات كانت انه تحط يو بي اس وتحط واحد بارلل معه. اوكي. وبيكونوا شيرينج ذا لود، اذا واحد خرب الثاني بيشيل اللود فل. عرفت كيف؟ هذه التكنولوجي بعدها موجوده بس قديمه، اليوم صار التكنولوجي هي موجولر، صارت موجول. بتحط مثلا 40 كيلو وات، 80 كيلو وات، 100 كيلو وات، بصير تحطهم مثل الجوارير، مثل الريد 5 باك اب على الجوارير هارد ديسك. بدك تزيد لود بتحط موجول. اختلفت التكنولوجي كثير. بيجهزوا للداتا سنتر بيج. سو نبلش باليو بي اس عندن في الكولينج، في حماية. اكزاكتلي. كمان اي سي عادي تبع البيت. اليو بي اس في قصة البطاريات، لأنه اليوم بس تقول يو بي اس يعني بدك تقول أذر هاف أوف إت الماتريز. لأنه اليوم اليو بي اس إذا قطعت الكهرباء منين بده يجيب باور؟ من البطاريات. البطاريات اللي هي هون البيج جيم، لأنه في 100 برودكتس، 1000 برودكت، وكل برودكت له برايسينج وله قصته وحكايته. عرفت كيف؟ وات ديبانس اون كاستمرز وات باك اب تايم هي وونت. بيجي اوقات كاستمرز بيقول لك بدي 1 اور باك اب تايم. اذا يو بي اسات كبيره 1 اور باك اب تايم يعني عم تحكي عن هيوج سايز اوف باتريز اند ويت اند برايس. سوق السيارات ساعد، سوق السيارات الالكتريك طور البطاريات، صار في ليثيوم، صار في حجم. Different category. بطاريات تعيد ال UPS is different category than cars batteries. Totally different. إلهم temperature معينة، إلهم تركيبتهم chemical chemistry تعيدهم مختلفة عن الكار باتريز. بقى اليوم عالم البطاريات عالم كبير related لل UPS. يعني اليوم بدك تكون قوي باليو بي اس بدك تكون قوي بالبطاريات. اذا ما عندك جود باتري، جود برايسنج اوف باتري، يو كان نوت وين جوب. اوكي. هيدي كهرباء. كولينج نحن ريبريزنت فيري امبورتنت براند كول ايرديل انجليزيه، عندهم مصنع فيري هيوج بليدز بيو كي. البراند موجود بالبلد صاروا من ايامنا، قلت لك كنا بالسعوديه من الايتيز موجود بالسعوديه. فيري ماتش سبيسيفايد و اولموست نمبر 1 اور نمبر 2 ان ذا وورلد، يعني معروف. بقى ديفينتلي اليوم داتا سنتر بده كولينج، لانه الاجهزه تاعت الكاستمرز، السيرفرز، السويتشز، كلها هيدي جنريت هيتس ا لوت. بقى يو هاف تو كول ات سم هاو. مو مثل اي سي البيت؟ لا، هو ممكن في نوع منه اللي هو سبليت تايب، اندور واوتدور، وفي بايبينج فريون كاز سبيشال بيناتهم. بس الادفانتج تبعه انه هذا 24 اورز شوت ران. الاي سي تبع البيت ما فيك تحطه 24 اورز، بيخرب بعد جمعه. بقى في عنده شغلتين ادفانتج، ذاتس واي اتس فيري اكسبنسيف. كان كنترول هيوميديتي، ماست كنترول هيوميديتي، لانه انت بتيجي مثلا داتا سنتر بدها مثلا 45 to 50% هيوميديتي، يو كان نوت جيف ات مور اور ليس. بس اذا انت بمحل هيوميد مثل دبي مثلا بالصيف توصل هون 80-90% وقت الرطوبه، شو بيصير؟ هو الاي سي سبلايد ويز هيترز بقلبه. So when the water, when the heat, the I mean the air coming to the with the humidity, it burns. So it drop it as a water. في بيضرب لك إني as a drainage water. بينما إذا كان dry مثل مثلا الرياض السعودية. So dry, about 20% humidity. It you supply it with water pipe.
و generate the water to humidity and supply to the air. بس ما بعتقد الناس بتعرف انه هالقد معقد القصه، يعني ما لنا قصه جبنا هارد ديسك شكيناه بالكهرباء حطينا له مرحه عليه وخلصت الخبريه. في شغل في بدك يوم بدك تعمل بعدين. هون بتعرف بالامارات او السعوديه حاليا، اليوم السعوديه كثير الامور صايره باتجاه انه فيري تكنيكال وديتيل ودي جو فيري بروفيشنال. قبل كانت يركبوا اي شيء، بس اليوم لا، السبيكس اليوم اي مشروع بيجي اي دراسه العمل مطلوب هيوج يو بي اسز، مع انه بطلت الكهرباء هون بطلت، بس مطلوب. لانه اليوم اذا انت عامل بريبريشن طويله عريضه، الف كاميرا سكيورتي ومدري شو، اذا قطعت سيني شو بيصير؟ راح كل شيء، راح كل شيء. اليوم انت بمستشفى عم تعمل عمليه قلب مفتوح لحدا وقصت الكهرباء او راح او شيء، شو بيصير؟ بالبنك حسابات ترانسفيرز اي قاعده الامور هون كلهم بالداتا سنتر بده. لا قصدي حتى غير داتا سنتر، اليوم كل شيء فيه يعني بينطلب يتركب اليو بي اس حتى لو الكهرباء سيبتي وكل شيء، لانه اليوم انت ما فيك تعمل بريبريشن لكل شيء، واذا راحت الكهرباء فور سيرتن تايم خربت الدنيا. مزبوط، بيقولوا تحت البنايات الكتير كبيره بدبي في موتورات حتى جاهزه كهرباء ناطره بارت اوف ذا انفراستراكشر، يمكن ما يدور بحياته بس لازم يكون جاهز 100%. نحن اليوم اي مشروع بيكون في يو بي اس بيكون في جنريتر، لانه الجنريتر اذا انقطعت الكهرباء بثانيه بده وقت ليشتغل، بده مثلا let's say 10 او 30 seconds، 10 30 او نص دقيقه، شو بيصير؟ تخرب الدنيا. مشان هيك اليو بي اس بهالوقت اللي بيشتغل. طيب وقت ما انت بلشت 2002 وهلا 2024، كيف شفت الاحجام عم تكبر؟ يعني كانوا يطلبوا منك يمكن داتا سنتر، اليوم صار طابق، بعدين صارت بنايه، كيف شفت كميه الداتا اللي موجوده بالعالم؟ اليوم انت مثل ما بتعرف الداتا اليوم صارت شيء ضخم. يعني اليوم على تليفونك قديش عندك انت داتا يو اون بيرسونال؟ تصور انت عم تحكي شركات وضخامة، يعني بس مثل امازون عم يعملوا دير اون داتا سنتر هلا صاروا هون، قديش عطوا الداتا؟ بنك كان كم كاستمر عنده اليوم، كم كاستمرز عنده؟ اي شركة اي مؤسسة اليوم a lot of data، وهذه الداتا you have to protect it. How to protect it؟ في سيرفرات، في كل شيء، بس اذا ما في باور وما في كولينج وما في فاير الارم سيستم وسبيشال بروتكشن، شو بيصير؟ باي باي. صح، 22 سنة in the making. كيف كبرت دبي معك؟ كيف انت كبرت مع دبي؟ كيف شفت دبي عم تتطور؟ وين كانت وين صارت؟ يعني دبي اكزامبل ما له مثيل. يعني اليوم صعبة تلاقي سيتي، هلا اكيد ابو ظبي كمان، بس انه كدبي انا عشت فيها يعني شيء انكريدبل. يعني نطت بشكل، يعني بتسأل الواحد بدي اسرق مجيد على دبي، بقول لك والله صار لي 3 4 سنين بس انا بعرفها، بقول له لا ما بتعرفها، تعال هلا اشوف. سريعه بشكل مرعب. يعني اليوم كميه التاورز اللي طلعت، هلا واحد بيطلع بيطور بقول لك شو بدهم اليو بي اس هون؟ لا شو بدهم؟ قديش فيها سيستمز نيد تو بي بروتكتد، سكيورتي، كاميرات، فاير الارم، الاي تي، كله بده بروتكشن، بده جنريتور وبده يو بي اس وبده. نطت بشكل مرعب. يعني كميه، انا مره اول ما جيت على البلد كان في سيمينار عملوه بال صوب الداون تاون، كان ما في داون تاون، ما كان في شيء اسمه داون تاون، كان بده يطلع اريا هونيك عاملين ديزاين وهي. فتت شفت حاطين خريطة 285 تاور بده يطلع هون. شو 285 تاور؟ كل تاور 60 70 طابق، طلع منظر مخيف. بتقول معقول يا هول يطلعوا؟ لا، وخلال هول اكيد عم يحلموا كان، وخلال ماكسيموم 10 سنين بده يكونوا طالعين. يعني بتطلع من الاجتماع من السيمينار بتقول يعني ده اكزاجريتنج. هي اكزاجريتنج، عملوا اكثر من 285. بلد بخليك تحلم، بلد بخليك تحلم، وما في شيء مستحيل عندهم.
يعني موضوع الكنال اللي انفتح مثلا هذا ما كان. طيب هذا انفتح الكنال وكانوا اوريدي عاملين ديزاين للتاورز تكون جنبه كله. يعني هلا اليوم اذا بتلاحظ فتح الكنال والتاورز around the canal from both sides. طيب هذا بلانز من ايمتى؟ ما شاء الله عندهم فيجن. يا ريت نحن بصير عندنا فيجن. طب يا ريت يصير عندنا فيجن. هات ارجع لبنان، خبرنا عن لبنان، بيروت زمان، كيف تتذكرها، كيف كانت قبل ما تروح على امريكا؟ انا من بيروت، انا اي ادور بيروت، يعني انا عشقي لبيروت ولبنان. يعني صراحه كان في ترامواي بوقتها؟ لا مش هاد، ما تكبرني كثير. انا عمرك 20 بعرف، بس انا قلت يمكن نسيت امتى كان ترامواي. اوكي بيروت يا كبرني كثير. لا ما كان في ترامواي، مذكر كان في ترامواي على ايامي، بس انه بيروت انا بتذكرها، بتذكر البلد، بتذكر البرج، بتذكر الله يرحم بيي كان يبعثني انا وصغير زي على البلد اشتري لنا عميل كذا، كان يضغط علي يعني بعرفها للبلد حافظها. وتركنا ورحنا امريكا وجينا. انا اكثر مره تركت بيروت يمكن شهر، بس على طول بنزل على بيروت، بحب بيروت ومعلقين ببيروت، وعلى امل ان شاء الله انه يرجع البلد يوما ما. يلا يعني ان شاء الله بنحاول نحن قد ما فينا، بس انه نحن دائما بنذكر نحن مين واصلنا من مين، وبنقول لو ما لبنان ولا ما بيروت ولا ما نحن وين كنا وين ربينا ممكن ما كنا نجحنا وين ما كان بالعالم. صحيح. وبنتاسف على الماضي. نحن عن جد يعني كاليبانيز والله براود انه هون انت بتعرف انت جاي على البلد 100 مره، بتعرف قديش في عندك ليبانيز ابديات وشاطرين وناجحين بالبلد. بعدين مش بس بدبي، روح على السعوديه، روح اوروبا، روح الدنيا كلها. نجاحات هائلة، شاطرين، كل واحد بمجاله، كل واحد بحكايته. بس يمكن اكثر كميه نجاحات بير كابيتا، يعني يمكن ناس ثانيه رح تقول ما في امريكاني ناجح وتلياني ناجح، عظيم، بس في مئات الملايين نحن اولنا. صح صح صح. يعني اليوم دبي is a big challenge، يعني صعب تقدر تعيش فيها وتكمل فيها اذا منك ناجح، لانه بلد challenging سريع. كنت عم اسالك قبل شوي، في كومبيتيشن عالي يا لطيف، ما في مجال للمزح، ما في مجال للضعيف ابدا. كل يوم في صحصوح من هون كف من هون. يعني بالوقت اللي بلشنا هون 2002 كان يمكن عدد الكومبيتيتور 2 3 اللي بيشتغلوا بهيك مجال ماكسيموم. هلا اللي قبل بيكون عنده الفرصه اكثر لانه عنده ريفرنسز وعنده. احنا جينا بلشنا جديد هون. اليوم عندك مثلا بموضوع اي ايتمز من اللي قدر نبيعه في عندك ممكن 25 30 كومبيتيتور موجودين. ليه؟ هي دبي عاطي فرصه للعالم كله، تفضل جيب بضاعتك وتعا تشالنج يور سيلف، يو كان سرفايف، ويلكم، جود لك، يو كان نوت، اب تو يو، بياكلوك انت وحظك. بس كمان يعني مش هينه، دبي صعبة كتير صعبة، بس في شغل للي بيعرف يشتغل وبيعرف يركب الموجة. واهم شيء دائما برجع بنجرب نعيد، بتعرفي هالنظرة من بعيد، ناس تجي بتقول دبي ما ركبت جديد، هالكلمة مريت بقولوا فيك بنيت. لا 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 يلي تعا عيش، تعا شوف واحد من احلى بلدان العالم، تعا شوف أكيد. بلد بخليك تحلم. يعني اليوم تسافر مطرح ما بدك، اليوم انسى لبنان، نحن بنحب لبنان وطبيعته ودنيته، بس سافر مطرح ما بدك باوروبا هلا اليوم ما بقى يعني لك شيء كتير، كله موجودون. يعني انا سافرت على امريكا بعد 30 سنة من وقت ما تركت الجامعة، ما عاد رحت على امريكا، رحت بعد 30 سنة على نيويورك. اول مشوار رحت على نيويورك وقت الجامعة، وقت اللي كنت رايح على الدراسة. شو هيدا؟ شيء مسطل هونيك. طيب رحت هلا بعد 30 سنة doesn't mean anything. زلوا على البولفار تفرجيكم. doesn't mean anything. عن جد. والله. خلقوا شركات من زمان جابت فرانشايزز لهم. اظن. هلا صار كله موجود هون، صار هون عم بيصدر فرانشايز لبرا، ما بقى مضطر تسافر تتروح تاكل برجر، ما بقى مضطر تسافر تتشوف بنايه طويله. ما بقى مضطر تسافر فاليوم اللي عايش هون من 10,000 درهم للي عايش ب 100,000 بالشهر كله مبسوط، كله ماشي حاله، طالما قادر ياكل ويشرب ما عنده مشكله. البلد اللي عطت شيء للعالم، يعني فرص، عطتك opportunities.
if you can grab it right تنجح. طيب اخر سؤال بالتكنولوجي نرجع على الموضوع. انا شركه شو بقولوا متوسطه الحجم عندنا كونتنت عندي داتا عندي هارد ديسكات عندي غرار امتى باخذ القرار انه صار وقت دق لحدا بروفيشنال يجي يساعدني بتنظيم الداتا عندي امتى بوصل كون عم اشتغل معك او لا روح عند فيرجن اشتري هارد ديسك بالعلبه. اوكي هلا شركه متوسطه زي ما عم تقول اوكي مؤسسة عندها 40 50 موظف عندهم داتا تاعيتهم عندهم شغلهم عندهم سيرفراتهم. هلا السيرفرات مش عندنا نحن في شركات خاصة لتبيع السيرفرات مثل اي بي ام مثل دل مثل هول الشركات. بس اليوم انت بس بدك تشتري هيك شيء وغالي بدك تحميه صح ولا لا؟ اليوم الهاكينج سو ايزي قديه عم يصير هاكينج قد ما بدك فبدك تكون عندك بروتكشن للداتا فاير وول وهالقصص هيدي بس بلس بدك تحميها من انه كوربتد انه تصير فيها تخرب او شيء اذا ضربها كهرباء سترايك كذا صار شيء كهرباء عليها بقى اليو بي اس بدك يو بي اس اليوم انت ما بصير عندك سيرفرات حقه مدري قد ايه وما يكون بروتكتد انتوا بتشتغلوا على الـ على الحياة سميكته اي ماتيريال اي دهان اي التركيبه كلها سوا او الكهرباء بس اللي بقلبها لا اليوم بيجي كاستمرز عنده سيرفرات هول السيرفرات في لها ريتنج اللي هي بالكيلو وات او بالكي في اي يعني كيلو فولت امبير او كيلو وات قد ايه توتال لود عندك عنده توتال لود 10 20 30 كي في اي بدي احميهم انا اخي ما بقى كانت انتربت ذا باور فور ا سكند سبيشلي اذا مصنع مثلا عم يصنع في لاين اوف برودكشن وصار عليه انتربشن خرب اللاين كله ما بيقدر انتربت اني سكند هذا توتال لود عندك الباور هالقد اوكي جود حددنا الباور ساعتها بنعرف نحدد اليو بي اس سايز اللي هو لازم يكون اكبر من هذا اللود هلا السؤال الثاني بدك تقول له قد بدك تحمي هاو لونج تايم عادة في جنريتور لازم يكون في جنريتور اذا انقطعت الكهرباء الجنريتور بيدور لانه اذا بدك تشتغل اونلي على اليو بي اس بدك بلاوي بطاريات بلاوي تايم حقها بلاوي كمان بده يحدد قديش الباك اب تايم اكوردنجلي بنحدد له البطاريات بس عن 10 minutes 15 minutes half an hour 1 hour كل ما زاد كل ما كبرت وبيتركب السيستم هلا نعطي وارنتي 1 year 2 year 3 year sometimes بس بعدين بده ياخذ صيانه نحن يعني اهم شيء بالنسبه لنا later on انه يكون في عندنا صيانات لانه الصيانه هي اللي بتضلك in contact مع الكاستمرز تعمل ريفينيو تعمل يعني هي الجيم المنتنس يعني احنا عندنا مور ذان 600 مينتنس كونتراكت اديني 5 دقايق عنك شو اكلتك المفضله؟ اكلي المفضل اليخاني اي لاف ات كل اليخاني طيبه كل شيء فيه كزبره وثوم اي لاف ات اتفقنا سبوت اون الملوخيه الفاصوليا البازيلا كله هول اللي هيك طيبين اول ذا واي طيب خبرني شو عن عنك عن عائلتك ربيتهم كلهم بدبي كم ولد عندك؟ تجوزت انا بال 89 والحمد لله عندنا ثلاث اولاد مايا الكبيره اليوم عندها بزنس الانسنت سويت تصور تعرفها ومحمد عندي بالكيبل بزنس بيشتغل بشركه اسمها بي 3 شركة إيطالية بكل شيء low current cables وعندي كريم الصغير خلص ماستر ببرلين وهلا عم يشتغل بشركة اي تي ببرلين ويعني كبروا الأولاد شو أحلى ضيعة بلبنان؟ أنا بحب بلبنان معمر فوق عايش بتعيش فوق لا عندي بيت هونيك شاري بيت هونيك و I love it يعني whenever I have time I love it
بتعوز هيك مرة بالسنة تعمل فيتامين بوست وترجع على لبنان تتنفس الشجرات. I love it, of course. لبنان يعني أنا بحب لبنان من زمان، يعني ما بيطلع من راسي، يعني بنقهر عليه بكل شيء، بس إنه وين عنا بلد أجمل من لبنان؟ ما في بلد أجمل من لبنان كجمال وطبيعة ورواء وفوضته حلو. بتأمن ساعات واحد بيعمل شركة لازم يحضر أولاده تيستلموها، أو مش ضروري كل ولد يعمل اللي بحب يعمل؟ هلا انت بتعلمهم وبتقول لهم وبتشوف، لانه اليوم ما فيك تفرض حدا، ما فيك تفرض شيء على حدا. يعني مثلا ابني الصغير مثلا ببرلين، قلنا له خلص هلا he's about to take the passport، قلنا له بس يوم تكون جاهز، تحب تيجي على دبي وجاهز تفوت معنا بالشغل ويلكم. نحن عندنا 1 2 3 4 وانت بتعرف، يعني هذا الادفانتج عندنا. انت بتشوف يعني اليوم ما فيك تضغط على حدا وتقول له بالقوة تعال اشتغل معي، يعني بدك إذا لا أنت محضر على الموضوع، يعني أنت كبي محضر أنه يمكن شي نهار تضطر تبيع الشركة أولاد مع بينهم، ويمكن يستلموا ويكبروها مرتين. واي نوت، بالعكس ماي بليجر. يعني لأنه اليوم أخي أنت بترتبط 20 30 سنة بتحس حالك بعدين إنه خلص أي دونت ونت أني مور، يعني بدي ريلاكس. سؤال محرج، وين تاكل لبناني بدبي؟ انا فان اوف حلاب. اوكي سؤال دغري سريع، حافظها خالصه من الاخر. ايه هذا لانه ستاندر عندي اياه الظهر، انا بطلع من هون السياره على باب الحلبيه لحالها بتروح دغري. يا عندي حدا بتغدى انا وياه او باخذ تيك اواي وبروح. اطيب شاورما بدبي؟ ما كثير، ما بس الحلاب بعرفها طيبه، بس في الصفدي طيبة وما مجرب كتير صراحة شاورما. إذا عبالك خاف يعني، إذا أجاك حدا من برا وبدك تعمل من قيمته وبدك تاخده على مطعم كتير أنت بتحبه غير الحلاب؟ غير الحلاب. أي واحد. إيه مش ضروري يكون لبناني، حيالا مطعم أنت بتحبه أو تعرفت عليه بدبي فيفرت. كان بالزمانات في الروتانا بستان، أوه كان أطيب بفياتي يعني تنعمل بالعالم. على بقول ساعتك هو كان، ما كان في غيره يعني، كان بس كان يعمل شيء فظيع. اليوم مثل ما حكينا قبل انه في قد ما بدك مطاعم وهيك، بس ما في هال يعني بتاكل بتشرب بتقوم ماشي الحال، بس انه واو لا. بتطبخ بالبيت؟ ايه سام تايمز. ايه ساعات ما بتكون جايب معك حليب؟ لا عادة مثلا ويك اند ما عندي شيء بالبيت، بطبخ لحالي بعمل. اوكي بتعرف تطبخ؟ اوه لا يا أفكار. مثلا عشو عزمني بلا توم بلا بصل نكست تايم؟ انت بعرفك نو جارلينج نو اونيونز. صعبه هي شيء بلا بصل وتوم يعني بصير. هلا بعطيك باس، يعني بعطيك بونس، خليك تعمل بصل مطبوخ مفروم بصل. يعني لوبيا بزيت مثلا غير شكل. اوه بلد تومات. بلد تومات. جاهز. بعملها لما يا بلد توم انا. بعطيك سكادجول امتى رجع دبي؟ يا ريت والله. بسط فيك. ثانك يو حبيبي.